كوبايتين او 3 اكواب من الفول المدمس، 6 بيض مسلوق، سمنه وكمون وشطه وملح وفلفل اسود وكزبره مفرومه. بس كده. تعالوا الاول نحط السمنه على النار عشان ندحرج البيض وناخد الفول هنا كمان. يلا بينا. طبعا الفول تقدروا تطحنوه لو انتوا بتحبوه مطحون، او تجيبوه متدمس، او تستخدموا العلب زي ما احنا استخدمنا النهارده، زي ما تحبوا. نشيل ده كده. هناخد البيض المسلوق وننزل بيه في السمنة، ويستحسن لما يعني مش نستنى لما السمنة تدوب خالص وتتقدح، لا نزلي من بدري علشان هيطرطش وهيبهدل الدنيا. كفاية كده. ناخد بقى الفول هنا نهرس شوية كده. ممكن توم. ههرسه نص هرسة. ننزل بالكمون والشطة، وهاخد كمان حبة من الدقة اللي انا عاملاها، وهحط كده عليه شوية دقة، ولسه هستخدم الدقة تاني. ننزل بالسمنة. انا بهرس الفول كويس، مدياله نكهة السمنة، وهنا بشوح البيض او بندحرجه لحد ما ياخد لون حلو. والدحرجة دي ما ينفعش معاها الا ايه؟ الا السمنة. في ناس كانت بتقول عليه زمان اسمه بيض مزغلل، لا مش مدحرج، لا لا مزغلل حاجة كده. من غير تريقة بجد، كان في حد بيقول ايوه بيض مدحرج ده قريبا يعني، لكن شفت بيقولوا ايه بقى؟ مزغلل صح؟ ايوه في ناس بتقول عليه كده، ده بس ده الاسم الاقدم مزغلل ده. نحط سمنة تاني ونحط كزبرة. عايزين ملح وفلفل، وهنحط دلوقتي كل حاجة على بعضها ونبقى خلصنا خلاص. اللي بالسمنة ما نحطش عليه ليمون، نحط عليه فلفل اسود علشان السمنة بتحب الفلفل الاسود. هنحط فلفل اسود، ما نحطش ليمون ولا خل ولا ليمون. طبق فول ريحته تحفة. لا مش عايز ملح الفول. تمام، نشيل البيض المزغلل ونروح عند الطاجن ونعمل كده. نحط كده وناخد البيض ونرص البيض كده. في احلى من كده غدا؟ مش هقول فطار بصراحه، عشان انا لو قدامي الاكل ده هتغدى وابقى في منتهى السعاده والانبساط، وكله هيبقى زي الفل وكله هيبقى تمام. الكزبره الخضراء هحطها هنا كده، عشان كده كنت عايزه تومه. اوكي، فانتوا زودوا التوم بالكزبره واعملوا الطشه الحلوه دي.
يلا بينا. يلا.